استخدام الضوء، لأنه لوحاتي اللي بلاحظ وبتفرج عليها فيها إضاءة قوية، ولأنه دائما الضوء هو أكيد في النهاية ما في ضوء بحكي، لكن أحيانا تتشات الضوء والإنارة بتطلع باللوحة كل إشي إحنا بدنا نحكيه من داخلنا. وبعدين برغم كل السواد والظلام اللي بيكون حوالينا في مجتمعنا أو في الحياة اللي بنعيشها، إلا يكون في ضوء عم يحكي بحياتنا، إلا يكون في إضاءة عم بتخلينا نكون موجودين أصلاً، بنكون بنحيا سواء في لوحاتنا في أعمالنا حتى في حياتنا، في جانب مضيء ومشرق دائم. هو معرض افتتحته عن طريق منحة من الصندوق الثقافي الفلسطيني تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتور إيهاب بسيسو والصندوق الثقافي الفلسطيني. هو معرض الخاص الأول. لوحاتي مستوحاة من واقعنا، من معاناتنا، حتى اللون اللي بيكون موجود في اللوحة بيكون مستوحى أحيانا من واقع إحنا بنعيشه أو من إحساس بيكون داخلي. المعرض يحتوي على 30 لوحة بتتراوح يعني بين أحجامها بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، فيها ما يقارب 5 لوحات عن القدس، عن أماكن معينة في القدس، وباقي اللوحات هي مجرد صور أنا حبيتها أو مجرد إحساس حبيت أطلعه على اللوحة. بدأت أرسم من وأنا طفلة صغيرة، كانت موهبة بسيطة جدا، يعني موهبة من نوعا ما طفولية. دخلت كلية الفنون الجميلة عام 2007، لكن ما استكملت دراستي بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية اضطرتني أني أترك دراستي الأكاديمية، لكن ما وقف حلمي هون، ظليت أمارس هوايتي لوحدي لحتى وصلت لهي المرحلة من الرسم، لحتى وصلت لمرحلة أنه وزارة الثقافة والفنون تحب الشيء اللي بعمله ويقدموا لي منحة لأنتج لوحات. اليوم عندي فرعين من مركز جيهان الفني الثقافي، مركز يقوم بتدريب الأطفال والموهوبين على فنون الرسم وتفريغ الطاقات السلبية واكتساب طاقات إيجابية عن طريق الرسم والألوان المفرحة.